السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجع عليكم اليوم في فيديو جديد. فيديو راح نجرب فيه لعبة ستار وور وراح نشوف شنو فيها شنو ما فيها. طبعا راح ألعب عن طريق الكنترولر، نشوف شو راح يصير ويانا. بعض الخيارات تشتغل بالكنترولر، بعض الخيارات ما تشتغل، مثل حاليا اللي هو البلاي ما تشتغل، فلازم نضغط ضغطة. الحالية ممكن ما قاعد أسمع الصوت، بس هو الصوت مسجل. وقت اللي راح تشوف المقطع راح يكون الصوت موجود المفروض. حاليا الكنترولر قاعد يحرك، وهي أفضل شيء إنها تدعم الكنترولر مال بلاي ستيشن 5. فما أدري بالتحكم راح يكون أوكي أو لا، بس نشوف شو راح يصير يعني. اتوقع في واحد وراي، اتوقع اي صح، على جنبي او على الجنب، على جنبي، حلو على جنبي. اللي ضدنا مسيطرين بشكل مو طبيعي. هيد شوت هيد شوت هيد شوت هيد شوت. اتوقع في واحد، اي صح عندهم تانكر. واحد قاعد يدمجني. تقريبا مسيطر، ما قاعد اسمع ولا شيء. انا السماعة صح، السماعة مو شابكة على اللي هو الايفون. اي صح، انا قاعد العب اللعبة على الايفون. فبسم الله. اي واحد، وهي الثاني. فيكتوري. الجيم مو مش ولا بد يعني، ما عديت فيه صح. اسمي في اللعبة اي كلام حاطنه. فقاعد نجرب اللعبة. الدمج مالي او السكور مالي 290، هم انا على شيء. اللعبة ممتازة لحد الحين، الايم فيها مش ولا بد، لان فترة طويلة ما قاعد العب العاب فيها ايم. هاي الخيار ما قاعد يشتغل. اتوقع ان الصفحة الرئيسية الخيارات ما تشتغل على الكنترولر، بس الباقي ممتازة. لازلت حاليا في المرحلة الاولى، ما دخلت اللي هو العب اونلاين. فهي اللعبة اتوقع ان لو تلعبها مع اصحابك راح تكون جدا ممتعة. لازلت في مرحلة القصة وعلمني، في كل مرحلة تقريبا قاعد علمني بعض الشخصيات، بعض الأشياء الموجودة، وبعض الأشياء اللي قاعدة تنفتح. المشكلة إن ما أقدر أستعرضها لأن لحد الحين في مرحلة تقريبا التدريب. أوكي، الحين حاليا هاي الشخصيات اللي طلعت أقدر أغير بينها، وكل واحدة لها مميزات. فأنا راح أروح نفس الشيء اللي أنا تعودت عليه، أن أنا أقدر أضرب بمسافة. أتوقع أن هي راح يكون لها بالنار بس بمسافة أقرب. والشخصية تانكر أو تانك، ما غيرت اسمي، اسمي في جي شو اسمه جي اي اي دي وأرقام من هاي الكلام. فشوف هني قاعد يعطيك أن تقدر تخلي إيماءات. اوكي، اتوقع هني اتوقع اني راح اموت، اتوقع اني راح اموت. انحشرت، ما اقدر اتحرك. مسيطر علي بشكل مو طبيعي، كلهم مركزين علي. حلو، حاليا هم اثنين واحنا واحد قتلنا. أدانا مش ولا بد. أيوة. I
طبعا اكيد لما تركز على اللي هو الهيد يكون الدمج جدا عالي. هاي طاح وهي الثاني طاح تقريبا. ايوه ولا هي وراي انا ما قاعد اشوفها، على بالي اللي قاعد يضربني اللي هو اللي قدامي. المشكلة ما قاعد اسمع صوت، فما ادري ان انا قاعد ادمج او لا، فهي المشكلة. توقعت في مدخل من هاي الجهة بس طلع ما في. اهم شي اطيح التانك. شو صار؟ شو صار؟ شنو اللي صار؟ يا الله هاي الجيم متقاربين بشكل مو طبيعي. حلو طيحت اثنين. حاليا 10-7 12-7 12 باقي 3 باقي 1 باقي 1 المفروض يطيح. اطيح اوكي خلاص كملناها فيكتوري. فتقريبا هي فكرة عن اللعبة. اتوقع ان راح يكون فيها مستقبلا او لما افتح قدام او لما اتقدم. ما شفتش ما شفت السكور مالي شام. فمثل ما قلت اتوقع ان لما اتقدم في اللعبة راح يكون في خيارات اكثر، مثلا اعلام، خرائط اكثر، اشياء اكثر. حلو حاليا فتحت عندي هاي. ابغى اشوف الجرافيكس. هاي طبعا اللعبة ما فيها عربي، بس بشكل عام اعطيتكم فكرة عن اللعبة. فهي كانت فكرة بسيطة عن اللعبة. عندك بعض الاشياء اللي راح تفتح عندك قدام لما تقدم في اللعبة. لو جينا هني مثلا عندك هاي التريننج وباقي الاشياء لو لعبتها راح تفتح وياك بعض الشخصيات وبعض الاسلحة وبعض السكنات ومن هاي الكلام. اشوفكم ان شاء الله مقاطع ثانية ومع السلامة.